الحافظ بن منصور الناطق الرسمي للجنة اللي تشكلت اليوم باش احددكم وفهمكم في الوضعية ان شاء الله. تفضل. للمعرفة يعني لربما مش معروف في دوز، أستاذ جامعي دكتور في العلوم السياسية وأستاذ جامعي في العلوم السياسية حافظ بن منصور ابن من أبناء دوز. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم اللجنة لجنة الحفاظ على السلم الأهلي وتسيير الشؤون بمعتمديتي دوس. البيان رقم 1، تفاعلا مع الحراك الشعبي بمعتمديتي دوس وإثر اندلاع ثورة العزة والكرامة في تونس الحبيبة، تشكلت هذه اللجنة. أهدافها المرحلية الراهنة هي حماية المصالح العامة والخاصة، تعزيز الشعور بالأمن في كل جهات بلادنا دوس، الإعلام الداخلي والخارجي ربطا بين دوز وبقية مناطق الجمهورية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والتنسيق مع إخوتنا في الجيش الوطني نعلن الاتفاق على أولا مقر اللجنة وهو مطعم الموعد بدوز شارع طيب المهيري. رقم النداء لكل من يستحق النداء الهاتف 75 470 802. أعيد رقم النداء 75 470 802. الناطق الرسمي باسم اللجنة الفقير رحمة الله حافظ بن منصور. عاشت تونس، عاشت دماء الشهداء شموعا على درب العزة والكرامة والحرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.